بكم إلى موجز أخبار الآن. أغلقت إيران حدودها مع إقليم كردستان العراق حيث يجري استفتاء الاثنين حول الاستقلال، كما أعلن بهرام قاسمي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال تصريح صحفي، واصفا الاستفتاء الذي ينظمه الإقليم رغم معارضة بغداد ودول أخرى بأنه غير قانوني وغير مشروع. وكانت إيران قد أعلنت من الأحد وقف كل الرحلات الجوية نحو مطاري أربيل والسليمانية، وكذلك كل الرحلات التي تنطلق من كردستان العراق وتعبر أجواء إيران. تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق حدود بلاده مع كردستان العراق في كلا الاتجاهين، قائلا إن جيشه على الحدود مستعد لاتخاذ الخطوات الضرورية، وذلك ردا على الاستفتاء للاستقلال الذي تنظمه حكومة إقليم كردستان العراق اليوم. وأكد أردوغان إغلاق الحدود مع شمال العراق في كلا الاتجاهين خلال الأيام المقبلة، مضيفا سننظر كيف سيبيع الإقليم النفط بعد ذلك. قضى 14 مدنيا وأصيب نحو 15 آخرين في غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات الروسية ليلة أمس الأحد، استهدفت مدن وبلدات ريف إدلب وفق ما ذكر مراسل أخبار الآن في إدلب. في شرق إدلب تعرضت سيارتين لنقل الوقود للقصف من قبل الطائرات الروسية، مما أدى لإشعال حرائق ضخمة على أوتوستراد حلب دمشق، مما دعا فرق الدفاع المدني للحضور وإخماد الحرائق المندلعة حيث اقتصرت الأضرار على المدنية. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت مواقعها قرب معمل غاز كونيكو بريف دير زورا الشرقي. وصرحت قوات سوريا الديمقراطية أن قصف الطائرات الروسية لمواقعها في الحقل النفطي تسبب بإصابة 6 مقاتلين. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية واجهت اتهامات في وقت سابق لروسيا بتوجيه ضربة جوية لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها في دير الزور، بعد أن روسيا نفت الاتهامات. شنت قوات النظام والميليشيات التابعة لها هجوما على حي جوبرة دمشقي ومدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق صباح اليوم في خرق جديد لاتفاق خفض التصعيد. وتزامن الهجوم مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف لقوات النظام استهدف مدن وبلدات دوما ونشابية وبيت نايم وأطراف بلدة جسرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.